الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنوري حضراتكم احنا ازاي بنشتغل في الموقع. بص حضراتكم هنا الجهنمية دي احنا بنسميها شنبات. بنلاقي كده حضراتكم يعني جزء طالع فوق اللي انتوا شايفينه ده والزهرة تحت. فده كده بنسميه شنبات. فاحنا بنقص الشنبات دي وبعدين طبعا بندورها والتانية برضو زيها. نفس الحكاية عشان الزهر يبان. هنا بقى حضراتكم في الجزء اللي ورا دي توكوماريا ودي الزهرة بتاعتها. ايه دي توكوماريا ودي الزهرة بتاعتها. فهنلاقي حضراتكم هنا التوكوماريا دي داخلة على الأفوربيا. بصوا داخلة كده عليها شايفين داخلة في الجزء ده. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ هنشيل الزيادة اللي ورا ونفصل بينهم. والأجسطة اللي هنا حضراتكم الظهر اللي طلع واتطفى اللي هو ناشف ده بنشيله. هنشوف بقى والعامل شغال. هنا بيفصل بين الهابسكس والشفليرة. هياخدها من ورا وهياخدها من فوق وهياخدها من قدام. ونفس الحكاية برضو النماذج بتاعة الجهنمية هيشيل الشنبات الزيادة ويظبط فيها. هنشوفه بقى جزء خالص. الجزء ده هو لسه عمله دلوقتي. هي الجهنمية بقى حضراتكم اتشال فيها الحاجات الزيادة. واتدورت اهي زي كده. اتدورت كده. وهنا التوكوماريا قصها. وده حضراتكم الجزء ده بعد ما خلص. النماذج بتاعت الجهنمية اتقصت. والجزء ده كمان خلص. ده شكله بعد ما خلص. وده نموذج من الشغل اللي احنا بنعمله. هنوري حضراتكم برضو نماذج تانية. هنا حضراتكم ده جزء تاني. الهابسكس اتقص طبعا بيتنظف. وهنا الفيكس بنجامينا اتقص. احنا بنخليه يطول من فوق شوية. بعد كده هيشتغل في الجزء ده. احنا طبعا الجهنمية عرفنا بنعمل لها ايه. الحاجات الزيادة اللي فوق دي بنعملها. طبعا واحنا شغالين بنفصص كل حاجة عن التانية. هنا طبعا الجهنمية دي الشنبات اللي فيها دي الكبيرة بنشيلها زي ما الفني كده شغال علشان المنظر بتاعها يكون كويس. يبقى اللي طالع وظاهر الظهر بس. الله ينور يا حسني. الله ينور عليك. بس بعد ما تنزل في عود متعلق هنا.
بس بس الله ينور. بص في عود وراك هناك اهو. بسم الله حضراتكم كده اللي واضح الظهر بس. بس كفايه يا اخوي. والفني اللي معانا ده اسمه حسني، هو طبعا بيدور النموذج بتاع الجهنميه. وعليكم السلام. وهنا حضراتكم النموذج ده مش مدور قوي، فهو هنا الفني بيحاول يدوره، يعني يعمله زي كأن دايرة زي الكورة كده. هنلاقي من هنا الجزء ده طالع بره شوية، فهياخد منه. أيوة بحيث ان الشكل يبان من بعيد ان هو مدور. بس ان احنا نشيل الزيادات ونسيب الظهر ونحافظ عليه. تمام يا حسن، تمام الله ينور. هنا الجزء ده كمان حضراتكم بعد ما تنظف وتلم الورق بتاع الهبسكس، هنا الحوض ده كمان خلص. السلام عليكم. بقول عند 109. هنا حضراتكم بنقص الهبسكس، هو عنده سياج صغير في المكان هنا، ونموذج ده توكوماريا. شوف من الناحية التانية حضراتكم هنا التحديد من بره دورانت، وهنا الهبسكس طبعا هيكمل. الفني اللي معانا ده اسمه انس، اذنك تبتسم للناس كده يا انس. هي كده. وهنا النموذج ده توكوماريا، وده شكل الحوض من بعيد شوية. هنا حضراتكم بيحدد اللانتانة علشان طبعا يعني جاي على الكنة وجاي على الأفوربيا، فبيحددها من بره. وهنا عود الكنة ده داخل في اللانتانة، هو اللي جاي عليها، لما المفروض ان هو ورا جنب الأفوربي. فهو هنا انس بيحدد اللانتانة من بره، من بره من ناحيته، انما بره من هنا من ناحيتنا، وفي من الناحية التانية بيحدده. شكل الحوض ده حضراتكم بعد ما خلص وتنظف، وده كان حضراتكم شغل يوم في الموقع اللي انا فيه. ان شاء الله
بتشتغل ازاي في الموقع، وان شاء الله تستنونا فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.